وصلنا دلوقتي للفقرة العالمية، استعراض لآخر أخبار سوق الانتقالات الصيفية في أوروبا، وكمان آخر استعدادات الأندية اللي خلاص على الأبواب الموسم الجديد في أوروبا. قبل ما نبدأ في أخبارنا، خلينا نفكر حضراتكم بمواعيد غلق سوق الانتقالات الصيفية في الدوريات الأوروبية الكبرى، ونشوف كده كل دوري فاضله قد إيه. الدوري الإنجليزي خلاص يعني 8 أغسطس ده اللي هو بعد بكرة 8 أغسطس 2019، بكرة عفوا قبل انطلاق الدوري بيوم واحد. عندنا انطلاق الدوري ان شاء الله يوم الجمعه بمباراه افتتاحيه ليفربول مع نورويتش سيتي، مباراه اول ان شاء الله اول مباراه هتكون في الدوري الانجليزي هتكون لنجمنا المصري محمد صلاح. الدوريات الايطالي والالماني والاسباني والفرنسي والهولندي يوم 2/9/2019، يمكن شويه عندهم لسه وقت ان هو لو عايز يجيب حد عايز يمشي حد لسه عندهم وقت، ولكن الدوري الانجليزي خلاص اتقفل او يعني شبه اتقفل. اخر دوري اوروبي هيتم اغلاق سوق الانتقالات فيه هو الدوري البرتغالي يوم 22 سبتمبر 2019. يعني زي ما قلنا واتكلمنا قبل كده ان دايما كان ميركاتو صيفي مشتعل في اوروبا، كمان شفنا اسامي كتيره جدا هترحل من سواء من الدوري الانجليزي للدوري الاسباني او الدوري الايطالي للدوري الانجليزي، حتى لسه مستمرين خلال 48 ساعه اللي جايين اعتقد لسه ممكن تحسم بعض الصفقات داخل الدوري الانجليزي.